بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في حق المرأة على زوجها. حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد، أنبأنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري رحمهم الله عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. قال أبو داود: ولا تقبح، أن تقول قبحك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث مر معنا في الدرس الماضي أيها الإخوة، وهو يتعلق بأمر من لوازم النكاح وتوابعه. فإن عقد النكاح بين الرجل والمرأة تترتب عليه حقوق وواجبات لكل منهما. وفي هذا الحديث ذكر للحقوق التي تجب للمرأة على زوجها. وفي بيان هذه الحقوق وذكرها دليل على اعتناء الإسلام بشأن المرأة، وأن المرأة ليست سلعة، وأن المرأة ليست أمة، وأن المرأة مخلوق مكرم لها مثل الذي عليها، حتى يعلم الناس الفرق بين حال الجاهلية التي كانت المرأة فيه لا تملك من أمرها شيئا، كانت سلعة تورث بعد وفاة الرجل، تورث هذه من أكبر أبنائه أو من بعض أقربائه، لا تختلف عن كونها سلعة من السلع. فالله سبحانه وتعالى وهو القائل: ولقد كرمنا بني آدم، فصل الحقوق لكل المخلوقين. وذكر هذه الحقوق والنص عليها دليل كما قلنا على العناية التامة. وقد حسنا فعل المؤلف هنا عندما جاء بهذا الحديث. وهذا الحديث وإن ذكرت فيه هذه الحقوق إلا أنها ذكرت على سبيل الإجمال، فالله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم: قال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال وعاشرهن بالمعروف. وهذه قاعدة عامة تشمل كل أطراف العلاقة، ما ذكر في هذا الحديث وما لم يذكر، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى تشمل كيفية أداء هذه الحقوق، لأن هذه الحقوق قد تؤدى أداء باهتا باردا، لكن الله سبحانه وتعالى حاطها بهذه العناية أن تكون بالمعروف، حفاظا على ما أمر الله سبحانه وتعالى به من المودة وما ذكره من الحكمة في النكاح، أنه سكن وأنه راحة.
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فلا بد أن يكون أداء هذه الحقوق في كنفها. وسؤال الصحابي هذا رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام عن حق امرأته عليه، الجواب فيه ليس قاصرا على هذا الرجل، بل هو عام، لأنه سأل فقال: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا عليه؟ سؤال شامل لكل المسلمين، لا ينبغي أن يظن أن الجواب خاص به. وهذا دليل أيضا على عناية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بشؤون دينهم، أنهم يتعلمون كل شيء حتى لا يقعوا في التقصير وحتى لا يقعوا في الإثم، مع محبتهم لمعرفة الأجور وما يقرب من الله سبحانه وتعالى، كانوا أيضا حريصين على الأمور التي يؤدي التفريط فيها والتقصير في جانبها إلى الإثم وإلى نقصان الحسنات. يقول: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا عليه؟ سؤال عظيم، سؤال عظيم، لأنه بهذا عرف هذه الحقوق وعرف الناس بها، يعني بسببه، فهو الذي دل الناس على هذا الهدى بسؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه أجر عظيم لهذا السائل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والدلالة على الهدى والدلالة على الحق والخير هي سبب، سبب، فمن تسبب في الخير كان له أجر من استفاد من هذا الخير واتبعه، ومن تسبب والعياذ بالله في الشر كان عليه وزره ووزر من اتبعه. قال: ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت. هذا يعني في النفقة، النفقة عليها، أن تطعمها إذا طعمت. لا يعني هذا أنك إذا أكلت لقمة ناولتها لقمة أخرى، وإن كان هذا أيضا مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فيما بتقوية المودة والمحبة وزيادة الألفة. قال: واللقمة، حتى اللقمة تضعها في في امرأتك، هذه يكتب له بها أجر، يكتب له بها حسنة، لكن لا يلزم أن يكون الإنفاق عليها وإطعامها في كل الأحوال على هذا النحو، لا، المهم أن يوفر لها قوتها، أن يوفر لها قوتها ويكفيها عن سؤال الغير، أو يكفيها عن أن تفعل فعلا محرما في سبيل أنها تأكل، أن تطعمها إذا طعمت. وقوله عليه الصلاة والسلام: أن تطعمها إذا طعمت، فيه إشارة لطيفة إلى قول الله تبارك وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. تطعمها إذا طعمت، يعني إذا توفر لك، إذا قدرت، لكن إذا لم تقدر أنت أن تجد شيئا فلا حرج عليك، لا حرج عليك، عليك أن تجتهد في أن تحصل، لكن إذا كان هذا الأمر ميسرا لك لا بد أن تقدم لها ما يكفيها، أن تطعمها إذا طعمت. والطعام إحدى الحاجات الضرورية للإنسان، ويتبع ذلك الكسوة، الكسوة، لأن فيها ستر للبدن، ستر للعورة، وإظهار للزينة، لها فوائد الزينة، الله سبحانه وتعالى جعل هذا اللباس زينة، زينة، وهو ستر أيضا. وتكسوها إذا اكتسيت،
هذا دليل أيضا على أنه بحسب طاقته وبحسب قدرته، أنه إذا وجد فليكسها، فليكسها، لا يكتفي بأن يستبد هو بهذا الأمر وأن يتركها، لا بد له أن يرعى هذا الأمر فيحقق لها هذه الحاجة الضرورية، الكسوة، أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت، وألا تضرب الوجه. لماذا قال ألا تضرب الوجه؟ وما قال وألا تضربها؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أذن للزوج بضرب زوجه في حالات خاصة بأسلوب معين، ضرب تأديب، ليس ضرب عقوبة وجناية، وليس ضرب جرح وإيلام، لا، الضرب الخفيف باليد، الضرب الخفيف بعود السواك أو نحوه، هذا هو الضرب الذي يشعر بالتأديب. وأما الضرب بالعصا الغليظة أو بالآلات الحادة، هذا ضرب العدو لعدوه وليس ضرب الصديق الذي يريد استصلاح حال صديقه. وألا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا تضرب الوجه، حتى ولو كان في هذه الحال الخاصة التي أذن فيها بالضرب عند الهجر وعند شقاق المرأة وعند عدم جدوى الأساليب المتبعة معها لأصلاحها، آخر شيء يضربها هذا الضرب الخفيف. لكن إذا أذن له في ذلك فلا يكون ذلك في الوجه. لماذا؟ لأن الوجه فيه المقابلة، ولأن الوجه فيه مجمع الحواس، ولأن الوجه هو الزينة الظاهرة، الوجه، فلا يجوز أن يضرب الوجه، لأن هذا الضرب في الوجه يترك فيه آثارا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يضرب الوجه، وأيضا ألا يقبح، غضب منها، يحصل بين الزوجين كثيرا في كل الحالات الزوجية أن الرجل يغضب من زوجه، يطلب شيئا فلا يجده، تتصرف المرأة تصرفا لا يعجبه، أمور كثيرة قد تؤدي إلى غضب الزوج، فلا ينبغي له في هذا الحال أن ينفلت كما تنفلت الدابة، يضرب ويشتم ولا يترك شتيمة ولا يترك أمر قولا جارحا إلا ويأتي به، وربما يقول قبحك الله، وهذا من أبلغ السب ومن أكثر الأمور إيلاما للنفوس، قبحك الله يعني جعلك قبيحة، هذا الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، حتى ولو غضب الزوج لا تقل هذا الأمر، ليكن تصرفك في حدود ما أذن الله له لك به. لماذا يخاطب الزوج بهذا؟ لأن الزوج له القوامة وهو قائد الأسرة، فإذا لم يستطع أن يكبح جماح غضبه وأن يتصرف تصرفا موزونا، فهو في الحالات التي تستدعي أكثر من ذلك أضعف، ولا حاجة بنا إلى أن يكون هذا ممن تكون له القوامة. يعني هذا تذكير للرجل بأنه هو القيم، الله جعل له القوامة، قيادة الأسرة، فلا ينبغي أن ينفلت وأن يسترسل في غضبه. هذه الألفاظ، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قضية الوجه، الضرب في الوجه، وذكر هذه اللفظة القبيحة ولم يذكر غيرها. لماذا؟ لأن هذه أعظم وأشنع ما يتصرف به الرجل حال غضبه، لا يضرب الوجه ولا يقبح، ولا يقبح، لأن هذا الأمر شنيع جدا ويؤثر تأثيرا كبيرا، فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا. هذا ليس هو كل الحقوق، وليس هو
كل ما يجب على الرجل كما قلنا في بداية الحديث على لزوجه، لكن هذه أعظم الأمور. أما الاعتناء بها بمشاعرها، القيام بحقوقها في الزوجية، مؤانستها، الصبر عليها، تعليمها ما ينفعها، كفها عما يضرها، هذه وما يخالف دينها وما يخدش حياءها، كل هذه حقوق واجبة على الزوج لزوجه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تهجر إلا في البيت. الهجر مباعدة، يصل الغضب إلى حد أنه لا يكلمها، يصل الغضب إلى أنه لا يقابلها، لا يقضي حاجاتها، هذا ليس أمرا مشروعا، هذا أمر مخالف للشريعة. لا تهجر إلا في البيت، في روايات أخرى لا تهجر إلا في المضجع، يعني ألا ينام معها، ألا يستمتع بها، هذا فيه نوع من العقوبة، فيه نوع من إظهار الغضب، لكن يجب أن يكون هذا بين الرجل وامرأته. لا يشعر بهذا الأبناء، لا يشعر بهذا الأهل والجيران، ينبغي أن يكون الأمر بينه وبينها إشعارا لها بغضبه منها، لعلها أن تعود إلى رشدها. قال: ولا تهجر إلا في البيت، جاء تفسيره في رواية أخرى: لا تهجر إلا في المضجع، يعني مكان النوم لا تنم معها، اجعل هذا شعارا لغضبك منها، لعلها تتفكر في نفسها أن الرجل خالف عادته، خالف المعهود منه، وهذا دليل على غضبه. قد تصبر على هذا في المرة الأولى، في المرة الثانية، لكنها بعد ذلك تراجع نفسها. نعم. حدثنا ابن بشار، أخبرنا يحيى بن سعيد، أخبرنا بهز بن حكيم، حدثنا أبي رحمهم الله عن جدي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر؟ قال: أت حرثك أنا شئت، وأطعمها إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب. قال أبو داود: روى شعبة: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. حدثنا أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري، حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين، أخبرنا سفيان بن حسين عن داود الوراق عن سعيد بن حكيم بن معاوية عن أبيه رحمهم الله عن جده رضي الله عنه معاوية القشيري قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. نعم، هذان الحديثان يؤكدان الحديث المتقدم، المعاني المذكورة فيهما الإطعام والكسوة وعدم الضرب الوجه وعدم التقبيح. لكن في حديث بهز بن حكيم أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سئل: ما نأتي من نسائنا وما نذر؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن حق الاستمتاع الحلال، وهو بهذا يتأول قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ائتي حرثك أنى شئت، يعني في الكيفية، في المكان، في الزمان، أنى شئت. وقوله حرثك هو كما يقول العلماء موضع الحرث، موضع الحرث، وهو المكان المعتاد الذي يتم فيه الاتصال
بين الرجل والمرأة والاستمتاع به. هذا المكان على أي كيفية أتاه الإنسان الزوج فإنه يباح له هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني كيف شئتم في الزمان والمكان والكيفية. لكن لا ينبغي أن يفهم من هذا فعل الحرام بأن يأتيها في المكان الذي لا يجوز له أن يأتيها فيها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. إن الله ينهاكم أن تأتوا النساء في أدبارهن أو في حشوشهن. وربما فهم بعض من لا خلاق له أن هذه الآية وأن هذا الحديث يبيح للزوج أن يأتي امرأته في أي مكان، لا يجوز له أن يأتيها إلا في موطن الحرث. موطن الحرث هو الذي يبتغى فيه الولد، الذي يبتغى فيه الولد، وهو المكان الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. قال وهذه ما ورد في هذين الحديثين بعدها تأكيد لما ورد في الحديث المتقدم من العناية بالإطعام والكسوة وعدم الضرب وعدم التقبيح. الإطعام والكسوة وحاجات المرأة هذه داخلة فيما يقول عنه العلماء النفقة، يعني وجوب النفقة. المرأة يجب لها على زوجها النفقة، والنفقة تشمل الأكل والشرب والكسوة، وتشمل العلاج، وتشمل الخدمة لمن كانت تخدم أو لمن يخدم مثلها. يعني إذا كانت هذه المرأة في بيئة مخدومة مثلها يخدم، فإن من حقها أيضا أن يقوم الزوج إذا كان قادرا بأن يوفر لها من يخدمها. لكن إذا كانت المرأة وصلت إلى مرحلة متقدمة من الفضل وصبرت على عدم وجود الخادم، وهي كانت ممن يخدم، هذا دليل على حسن تربيتها وحسن أدبها وكونها أهلا لأن تكون ربة بيت، لأن تكون عشيرة، لأن تكون زوجا صالحا. وفي الإسلام في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام أمثلة كثيرة ناصعة. أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها ذات النطاقين. أسماء نشأت في بيت أبيها، أبوها من؟ أبو بكر، وكان أبو بكر تاجرا، وفي البيت من يخدم، موفر هذه الخدمة. فتزوجت بالزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، وما كان لها خادم، فكانت تخدم، تنظف البيت، وتطبخ، وتكنس، وتخبز، بل وكانت تعلف فرس الزبير، تذهب إلى أرض للزبير بعيدة عن دارهم، وتأتي بعلف، تأتي بنوى لفرس الزبير. كل هذا تقوم به هي، وظلت على هذه الحال تقول حتى أهداها أبوها أبو بكر خادما. تقول فكأنما أعتقني. لكن الفترة الماضية قبل إهداء الزوج ما ذهبت إلى أهلها، ما طلبت الطلاق. يجب أن تكون المرأة المسلمة ممن يعرف هذه الأمور، ممن يقدر حق الزوج، ممن يقدر حق العلاقة الزوجية. أما أن تكون المرأة مستجيبة لكل داعي، متأثرة بكل ناعق كما هو الحال في هذا الزمن، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لن تستقيم حياة الأسرة، لن تستقيم حياة الأسرة. الآن هنالك إحصائيات كثيرة مفزعة في حالات الطلاق، في
شهر واحد تجد عشرات الآلاف من حالات الطلاق، وربما كان الطلاق في بدايات الحياة الزوجية. كل هذا ربما لعدم الخدمة، لعدم توفر المطالب. وفاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة، فاطمة بنت محمد نشأت، هي ابن أمها خديجة، خديجة ثرية، كان عندها مال، وفاطمة مخدومة مرفهة في بيت أبيها، ثم تزوجت بعلي رضي الله تعالى عنه، وعلي فقير، فكانت وما تعودت على العمل، ما تعودت على المهنة، ولا تعودت على الخدمة، فكانت تطحن بالرحى حتى مجلت يدها. معنى مجلت يدها يعني مجلت يدها يعني تأثرت اليد الرقيقة من الإمساك بطرف الرحى حتى ظهرت فيها بقع، حتى نفطت اليد وظهرت فيها مياه، ويعني هذه انفتحت هذه الأمور التي نفطت حتى أصبحت يدها يعني في حال متغير. كن جاراتها من الأنصار يساعدنها ويخبزن لها ويعنها في ذلك، ما قالت شيئا، ولكنها في مرة من المرات ذهبت إلى أبيها صلى الله عليه وسلم تطلب إليه ماذا؟ تطلب إليه خادما يريحها من هذا العناء. ما تعودت، هي مخدومة مرفهة، صبرت على الحزن. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لها أبشري ولا أعطاها خادما. جاءهما في الليل بعد أن قضى حوائج الناس، فوجدهما قد ناما، يعني استعدا للنوم، وجد عليا وفاطمة على فراشهما، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقوم، قال على رسلكما لا تقوم، وجلس بينهما النبي عليه الصلاة والسلام، وقال، أخبرها أنه عرف، لأنها ذهبت هي إلى إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فلم تجده فأخبرته بحاجتها، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرها أنه عرف ذلك، ثم قال لها، ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ ألا أدلكما، يعني أنتما، على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا آويتما إلى فراشكما فاذكر الله، كبر الله 34 وسبحاه 33 واحمداه 33، فذلك هذه 100، ذلك خير لكما من خادم. هكذا ينبغي أن تكون التربية، وهكذا ينبغي أن يكون حال الأهل مع ابنتهم. ألا يستجيبوا لكل شيء، هذا الزوج فقير ما عنده شيء، لكن أن يقول الناس كما في هذا الزمن، لا، ابنتنا ليست أقل من غيرها، ابنتنا ما تعودت على هذا، إما وإما، إما أن تأتيها بخادم وإما أن تعود إلى بيت أهلها. هذا ليس من العقل ولا من الرشد، للرشد الصبر والإعانة. المثل عند العامة يقول زوجوهم وأعينوهم، بعد الزواج يعني يصبروا عليهم، لكن أن تستجيب لكل طلب من هذه البنت التي تزوجت حديثا، وربما أنت تتفاعل مع الموضوع أكثر منها، ثم تستدعي الزوج بلهجة غاضبة وتهدده وتتوعده، وربما يؤدي هذا إلى الطلاق وهدم الأسرة والعياذ بالله. لكن الصبر على مثل هذا، ولنا في ما ذكرنا في الحديثين دليل على أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، إذا كنت قادرا، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والذي يصبر على هذه الأمور
ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى بالطلب، لا شك أن الله سيفرج عليه. وكثير من الحالات، كل واحد منا يعرف الكثير من هذه الأمور، بدأت الحياة الزوجية بداية متعسرة صعبة، ولكن مع الصبر واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى تنفرج، ويأتي الله سبحانه وتعالى بالخير. سيجعل الله بعد عسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يغلب عسر يسرين. نعم. باب في ضرب النساء. حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي رحمهم الله عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن خفتم نشوزهن فهجروهن في المضاجع. قال حماد: يعني النكاح. نعم، يعني هذا المقصود بالهجر في المضاجع ترك قضاء الوطر، ترك الاستمتاع بالمرأة، لأن الرجل كما يكون له الحق في الاستمتاع، المرأة أيضا لها الحق في الاستمتاع، ولا يجوز للرجل أن يمتنع من هذا بالكلية، لا يجوز له أن يمتنع هذا بالكلية، عن هذا بالكلية. إذا امتنع بالكلية من حقها أن تطلب فسخ النكاح، يجب عليه على الرجل أداء هذا الحق. فقوله واهجروهن في المضاجع فسره حماد رحمه الله بأنه ترك النكاح، يعني ترك الوطن، وهذا هو المقصود بالعادة من النوم في الفراش معها، مؤانستها والقرب منها وقضاء وطره ووطرها. لكن إذا أراد وصل الأمر إلى مسألة التأديب وردع الشقاق الذي قد تكون المرأة قطعت فيه شوطا، ربما يكون هذا من الوسائل التي تعين على إعادة الأمور إلى مجاريها. حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله، قال ابن السرح: عبيد الله بن عبد الله رحمهم الله عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. نعم، يعني هذه قضية الضرب، والضرب أقرب ما يتبادر إلى الإنسان الغاضب، أنه ينفس عن غضبه بهذا الفعل، وربما يستخدم آلة أو أداة أو يده أو نحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب النساء: لا تضربوا إماء الله. وقوله عليه الصلاة والسلام إماء الله دليل على العبودية لله تبارك وتعالى، أن المرأة أمة لله سبحانه وتعالى، لكن هي أمة والرجل حر. لا، الرجل عبد أيضا، الرجل عبد لله سبحانه وتعالى، والمرأة أمة، والمرأة أمة، لكن لمن؟ العبودية هنا للرجل والمرأة لله سبحانه وتعالى، لأنه هو الخالق القهار. قال: لا تضربوا إماء الله. فامتنع الرجال عن ضرب النساء، وربما حصل من بعض النساء نوع من الجرأة بعد أن اطمأنت نفوسهن
إلى منع الرسول عليه الصلاة والسلام الرجال من الضرب، فبعض النساء تطاولن على أزواجهن، بدأت ترفع صوتها على زوجها، بدأت تسمعه الكلام الغليظ بخلاف ما سبق، وبدأ هذا ينتشر بين النساء، بدأنا يتناقلنه، فلانة قالت لزوجها كذا، فبدأت هذه تحاكيها وتماثلها. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر هذا الرجل الملهم الذي يعنى بشؤون العامة، شؤون الناس، يعنى بتفهم أمور الدين، وله المكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء وقال: يا رسول الله، ذئرنا النساء على أزواجهن، أنت منعت من الضرب فأدى ذلك إلى تطاول النساء على الأزواج، ما الحل؟ فأذن النبي عليه الصلاة والسلام بضربهن، فقمن على عادتهن يتطاولن، فجاء الرجال بعد الإذن هذا فضربوهن. إذا قامت المرأة تطاولت ضربها، وبعضهم أسرف وبالغ في الضرب. طيب، ما هو الملاذ الآمن؟ الرجال يشكون إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنساء يشكون إلى الرسول، لكنهن يأتين إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فيخبرن أزواجه بما حصل لهن، والأزواج يخبرن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال في أصحابه مبينا: لقد طاف بآل محمد نساء يشكين أزواجهن. يشكينهن من ماذا؟ من الضرب المبرح. ليس أولئك بخياركم، هؤلاء الذين يضربون النساء هذا الضرب المشين ويتصرفون هذا التصرف المهين، قال: ليس أولئك بخياركم. سبحان الله، انظروا إلى هذا التوجيه النبوي. كيف النبي عليه الصلاة والسلام قال؟ ما قال هذا حرام، من فعل ذلك فهو ضال، فهو آثم، لا لا، قال: ليس أولئك بخياركم. هذا خطاب للعقول، يوقظ المشاعر. كل إنسان مسلم يتمنى أن يكون من خيار الناس، هذا الفعل يخرجه من دائرة الخيار. يكفي هذا إيقاظا للقلوب الحية. هذه ليست أمة، هذه ليست سلعة، هذه ليست شيئا جامدا، هذه إنسان لها مشاعرها ولها أحاسيسها. ولا بد أن نعود إلى الآية: جعل بينكم مودة ورحمة. بهذا الفعل تنقطع المودة والرحمة، ولا يتحقق السكن الذي أراده الله سبحانه وتعالى من هذا اللقاء بين الرجل والمرأة. قال: ليس أولئك بخياركم. خطاب، هذا خطاب لمن؟ خطاب لأهل القلوب الحية، خطاب لمن يستمع ويعقل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوجه خطابه لأصحابه الذين يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى، والذين يسعون إلى طلب مرضات الله سبحانه وتعالى. فلذلك يكفي أن يقول: ليس أولئك بخياركم. هذا من أقوى أساليب الردع عند النفوس الكريمة حتى تبتعد عن مثل هذا الأمر المشين. وهذا دليل على أن الضرب الذي أذن به النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي يفعله هؤلاء مما أدى بنسائهم إلى
أن يذهبن إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يشكين من هذا الفعل المشين. ضرب التأديب، ضربوهن ضربا غير مبرح كما جاء في الحديث، ضربا غير مبرح، لكن هذا الضرب المشين الغليظ هذا ليس مما أذن الله سبحانه وتعالى به، والذي يفعله ليس من خيار الناس، ويكفي هذا ردعا عنه، يكفي هذا ردعا عنه. فإن أذن بالضرب فهو ضرب التأديب في حالات خاصة وبأسلوب خاص، ألا يصل هذا الضرب إلى أن يكون ضربا مبرحا يجرح أو يكسر أو تتسبب عنه عاهة أو نحو ذلك. حدثنا زهير بن حرب، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي، عن عبد الرحمن المسلي، عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس رحمهم الله، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. نعم، هذا الحديث الحقيقي يتعلق بمسألة في غاية الأهمية، وهي وجوب الستر والإبقاء على البيوت في حال لا يعلم أحد عما بداخلها، كما يقول المثل البيوت أسرار، البيوت أسرار، وربما غضب الزوج من زوجه فضربها، قد يكون هذا الضرب بسبب امتناعها من إعطائه حقه في الاستمتاع، وربما يكون في أمور خاصة لا يحسن الاطلاع عليها، فما ينبغي أن نجلس معه لنتحقق من سبب الضرب، ضربها هو، فإن كان هذا الضرب معتادا فلا يسأل فيما ضربها، لماذا ضربتها، حتى لا يقول دعوتها إلى فراشي فتأبت أو نحو ذلك. مثل هذه الأمور يجب أن تبقى سرا بين الزوجين وألا يطلع عليها أحد، الأمور الخاصة هذه يجب أن تبقى سرا، فلا يسأل الرجل عما ما هو السبب الذي من أجله ضرب امرأته، لكن إذا كان هذا الضرب مبرحا جارحا من حقها أن تطالب بتعويض كما يقولون عن هذا الضرب، يعني لو جرحها أو كسر عضوا من أعضائها هذه مسألة فيها عقوبة، هذه جناية خرجت عن حد الأدب وخرجت عن حد التقويم السلوك وخرجت عن حقوق الولاية والقوامة، هذه جناية. يعني بعض الناس أسهل الأشياء عندهم إذا غضب من المرأة أو ناداها فتأخرت أن يأخذ عودا من الحطب أو آلة حادة أو شيئا هكذا فيضربها يكسرها أو يشج رأسها، هذه مسألة ليست من حقه وليست من دواعي التأديب وليست من حقوق القوامة، خرج عنها. نحن في العادة في دنيانا إذا كلف الإنسان وأعطي صلاحيات معينة فخرج عن حدود هذه الصلاحيات يحاسب، حينئذ يحاسب، فالرجل إذا تجاوز هذه الحدود فإنه يحاسب، ما يقال له فيما ضربتها، لكن هذا الضرب فيه جناية وفيه العقوبة، والجناية موجبة للضمان وموجبة للعقوبة. باب فيما يؤمر به من غض البصر. حدثنا محمد بن كثير، أنبأنا سفيان، حدثني يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة رحمهم الله عن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، أنبأنا شريك،
عن أبي ربيعة الإيادي عن أبي برد عن أبي بريدة رحمهم الله عن ابن بريدة رحمهم الله عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. نعم، هذا الحقيقة مما يجب على كل إنسان مؤمن، وهو تأويل لما أمر الله سبحانه وتعالى به المؤمنين. أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وغض البصر هذا كيف؟ كفه، يعني كفه عن الاطلاع على المحرمات، على العورات. وهذا الدين دين العقل ودين المنطق كما يقولون. لا يمكن أن يتصور أن الإنسان لا ينصرف بصره إلى أمر محرم حتى ولو لم يقصد ذلك. قد يكون في طريقه فتسقط امرأة فينكشف بعض جسدها، ساقها، فخذها، وجهها، أو قد تكون سائرة في الطريق فيسقط خمارها فيظهر وجهها ورأسها وشعرها، أو قد تكون في بيتها والبيت مكشوف وهي لا تشعر، فربما رآها. وأيضا في الطريق، في المساجد، في كل مكان، المرأة قد يظهر منها ما لا يجوز للرجل الاطلاع عليه المسلم، لكن وهو يسير رأى، وقع بصره على هذا، ماذا يصنع؟ في هذه الحال يجب عليه أن يسرع إلى كف بصره. هذا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما قال يغضوا أبصارهم. لو قال يغضوا أبصارهم هكذا، يعني كيف الإنسان يمشي مغمض عينيه؟ لا، يغض من أبصارهم، لأن في بعض الحالات تظهر بعض هذه العورات فيطلع الرجل عليها. طيب، إذا وقع بصره عليها هكذا بدون قصد، ماذا يصنع؟ يظل يغلغل نظره فيها ويطلع؟ لا، يجب عليه أن يكف بصره. وهذا ما أكده النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، النظرة الأولى كف بصرك، فإن لك الأولى وعليك الثانية. الأولى لك، يعني إيش؟ حلال لك أن ترسل بصرك؟ لا، يعني لا يؤاخذك الله بالأولى، لك يعني لا إثم عليك فيها، وليست لك الثانية. الثانية لو فعلتها فأنت آثم. وهذا يتعلق بغض الأبصار، وهذا الأمر مشترك بين الرجال والنساء. الرجال مأمورون بغض أبصارهم، والنساء مأمورات بغض أبصارهم، والنساء مأمورات أيضا بأن يسترن أجسادهن وعوراتهن. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ما يعرفن بالستر والتصون، يعرفن بالعفاف إذا كانت متسترة، فما يأتي أحد يطلع عليها ويغلغل نظره فيها، لأن بينه وبينها ساتر. فلا بد أن تعتني المرأة المسلمة بالستر، لكن إذا حصل في بعض الأحوال أن ظهر منها شيء عن غير قصد ورآه الرجل الأجنبي، فلا يجوز له أن يسترسل في هذا النظر، بمجرد أن يرى عليه أن يكف بصره. إذا فعل ذلك لا يؤاخذه الله، لكن إذا استرسل
بعد ذلك فإن عليه المؤاخذة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر عباده المؤمنين ويمكن لهم في الأرض. اللهم ادرع عنا كيد الكائدين وحسد الحاسدين وشرور الظالمين. اللهم أطفئ نار الفتن من حولنا. اللهم مكن المسلمين في ديارهم وأوطانهم، إنك على كل شيء قدير. عندنا بعض الأسئلة هنا، يقول: من قال لفظ الطلاق في نفسه سبب وسواس وتخيلات، ما هو الحكم؟ ما يدور في النفس لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى به، لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى به. متى تأتي المؤاخذة؟ على الشيء الظاهر، الفعل أو القول. فإذا نطق به هذا أمر ظاهر يمكن أن يسمعه غيره، ويمكن أن يوجه إلى الناس يسمعونه، لكن ما في النفس هذا لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى به. إن الله تجاوز لأمتي كما جاء في الحديث عما حدثت به أنفسها. بل إن حديث النفس والعياذ بالله قد يصل في بعض الأحيان إلى أمور مكفرة لو قالها الإنسان بنفسه، ربما يسترسل هذا الوسواس في نفس الإنسان عن الخلق وبداياته حتى يصل إلى التفكر في الله فيقول: من خلق الله؟ ما دام هذا في داخل نفسه فعليه أن يصرف هذه الوساوس. لكن في باب المؤاخذة لا يؤاخذ إلا بما تكلم به أو فعله بيده. يسأل عن التكبير في العيد. التكبير هو إظهار لشعيرة العيد، ويثبت بثبوت دخول الشهر. الشهر يدخل متى؟ بطلوع الهلال، ظهور الهلال. ظهور الهلال دليل على دخول ليلة العيد، ومن هنا يبدأ التكبير، من هنا يشرع التكبير. فالتكبير يعني لا يؤجل حتى صلاة الفجر، بل يكون قبلها بعد غروب شمس ليلة العيد. إذا ظهر الهلال فإن هذا هو وقت التكبير.